خايفة ليهم منين؟ من العقارب اللي حوالينا، سميرة وإسراء وحتى أخواتك علاء ومسعود. طب وأنس؟ دكتورة أنس طيبة وأصل كريم، إنما أمك لو طلت تكتمني هتعملها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حرام عليك يا شيخة، ده أمي بعد الوقت هتبقى عندها بالدنيا كلها. ما تكدبش على روحك يا بلال، أمك بتكرهني، أنا الغريبة اللي خدت ولدها. ما تقوليش كده يا نادر. أنت عارف وأني عارف إن كنت خايف على روحي جراد، دلوقتي خايف على روحي وعلى ولدي 24. ليه وأنا رحت فين عاد؟ أنت مش زيهم، أنت طيب، ملاك وسط عالم ما عندهاش قلب، الحب عندهم ضعف وقلة قيمة.